لي هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور، صباح الهنا عليكي، سامعينك اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا يوم مباراة، الأهلي هيكون عنده طبعا مباراته في نصف نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق إنبي، وزي ما أنتوا قلتوا تم تغيير موعد المباراة عشان تكون الساعة 9 مساء على استاد القاهرة. يعني طبعا الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة النهاردة كالعادة بقى مستر مارسيل كولر، اجتمع باللاعبين قبل الفريق والحقيقة يعني قعد معاهم محاضرة فنيه باستخدام الفيديو عشان بقى يناقشوا كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده. وبعد كده خاض الفريق بعد بعض التدريبات الخططيه على ملعب المباراه، وبعد كده دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراه النهارده. كمان بقى على هامش مباراه اليوم، كل اللاعبين اللي خارج القايمه بيخوضوا دلوقتي مران صباحي على ملعب استاد التتش، كل ده طبعا عشان المعدل البدني بتاع اللاعبين ما يتاثرش. يعني بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده، ان شاء الله بقى يفوزوا في المباراه. اكيد المباراه هتكون مش سهله، مباريات الكاس بتكون لازم الفوز، ما فيش طبعا غنى عن الفوز. اكيد ام بي برده هيكون خصم قوي، لكن بقى عندنا ثقه كبيره جدا اكيد في رجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى هيفوزوا في مباراه النهارده. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى، والحقيقه النهارده يوم حافل بالمباريات المهمه سواء لرجال كره السله في البطوله العربيه او كمان سيدات ورجال كره اليد في البطوله الإفريقية. خلونا في البداية نبدأ برجال كرة السلة، النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق مجد المغربي في البطولة العربية، المباراة هتكون الساعة 6:30 مساء، ده طبعا بقى ضمن منافسات دور المجموعات. نتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة، حتى الآن الحقيقة عاملين بطولة كبيرة، يعني فازوا على الاتحاد الليبي بنتيجة 65-55 وعلى دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92-77، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ويفوزوا في مباراة النهاردة كمان. على الصعيد الاخر بقى رجال وسيدات كرة اليد زي ما قلت عندهم مباريات مهمة في البطولة الافريقية. نبدأ برجال كرة اليد، هيكون النهاردة عنده مباراة في دور الثمانية من البطولة الافريقية اللي طبعا بتقام في الكونغو. مباراتهم النهاردة هتكون امام فريق انزيكو الكاميروني، هتكون الساعة 12:30 الظهر، يعني خلاص الساعة القادمة، يعني في خلال اوقات قليلة ان شاء الله بقى رجال كرة اليد يفوزوا في مباراة النهاردة، لان خلاص دخلوا في الادوار المهمة سواء رجال او سيدات كرة اليد. وسيدات كرة اليد النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق فاب الكاميروني، مباراة هتكون الساعة 5:30 مساء، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. إن شاء الله بقى لو فازوا في مباراة النهاردة نصف النهائي هيكون يوم الجمعة القادم والنهائي هيكون يوم السبت. نتمنى كل التوفيق لفرقنا الرياضية سواء طبعا في كرة السلة أو كرة اليد وكمان كرة القدم. إن شاء الله بقى النهاردة يكون يوم أهلاوي خالص وجميع الفرق تفوز في مبارياتها. دي اخبار الفرق الرياضيه. خلونا بقى ننتقل للاخبار الاجتماعيه، وعايزه افكر كل اعضاء النادي الاهلي ان يوم الجمعه القادم هيكون في بطوله عائله الاهلي للشطرنج. البطوله هتكون بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر وهتبدا الساعه 3 العصر، فكل الاعضاء بقى اللي حابين يشاركوا في هذه البطوله يا ريت يتجهوا لاداره العلاقات العامه. طبعا البطوله دي بقى منظمه من لجنه الشباب تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه، فكل الراغبين يا ريت يتجهوا لاداره العلاقات العامة، بيكون يوم مميز جدا بالتأكيد. كمان بقى قبل ما اختم كلامي خلينا نروح للأجواء داخل النادي الأهلي. الأعضاء بالفعل متواجدين في حالة بقى من الطاقة الإيجابية على الصباح، بعض الأعضاء كمان بيمارسوا الرياضة زي رياضة المشي، فكل الأعضاء تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني أنا هواندي ويا كريم، دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي النهاردة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جدا على التغطية الرائعة كالعادة يا هنا، وواضح ان انت من لبسك ان نستشف ان الجو شوية يعني برد او في انخفاض الى حد ما ملحوظ، وبرضه تقولي لنا الجو دلوقتي عامل ازاي، اتفضلي. مظبوط يا هواندي، يمكن كمان في الساعات المبكره في اليوم لان زي ما انت عارفه بنبقى موجودين في النادي منذ الصباح الباكر، الجو خلاص بقى جو خريفي جدا والاجواء طبعا بدات في الانخفاض، وانا عارفه ان ده هيكون خبر مفرح اكيد. ده خبر سار جدا. شكرك جدا زميلتنا العزيزه هنا قبل قاسم، ويمكن